طيب، استادات ايضا بتنتهي من عمليات صيانه وتطوير سبع ملاعب واعادتها للحياه من جديد. في اطار رؤيه الدوله المصريه 2030 واهميه النهوض بالرياضه لرفع اسم مصر في كافه المنافسات الرياضيه الدوليه، تبذل شركه استادات الوطنيه للاستثمار الرياضي واداره المنشات الرياضيه جهودا كبيره لتطوير البنيه التحتيه الرياضيه وصيانه الملاعب. دي بعض طبعا اللقطات من بعض الملاعب اللي تم صيانتها وتجديدها بشكل جديد. استاد سوهاج طبعا الرياضي زي ما حضراتكم شايفين على اعلى مستوى بيتم تجهيز الاستادات، سبع ملاعب تم تطويرهم واعادتهم للحياه. استاد بنها قامت شركه استادات الوطنيه بعمليه صيانه وتطوير، وفي استاد بني سويف قامت شركه استادات ايضا برفع كفاءته من خلال صيانه المدرجات وتطوير جزئي لغرف خلع الملابس والحمامات والكشافات الخاصه بالملاعب، وفي استاد بنها اعاده بناء المقصوره الرئيسيه بشكل يليق بالضيوف الكبار. وفي شبين الكوم شملت اعمال الصيانه والتطوير والمقصوره الرئيسيه وزياده عدد المقاعد بها وتوسعه وصيانه حجرة المؤتمرات الصحفية. هذه الملاعب السبع عادت لها الحياة وبدأت الفرق المختلفة تؤدي تدريباتها وخوض المباريات في المنافسات المختلفة على ملاعب هذه الاستادات. تحية كبيرة جدا لشركة استادات بما تفعله في الرياضة المصرية من تطوير كل هذه الاستادات وإعادة إحيائها مرة أخرى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه.